25/10/2012 قصف على مدينة معرة النعمان وريفها الشرقي واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد في تجمع وادي الضيف وتجمع الحامدية 25/10/2012 25/10/2012 قصف على مدينة معرة النعمان وريفها واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد في تجمع وادي الضيف ومسكر الحامدي. خمسة وعشرين عشرة 2012 مدينة معرة النعمان وريفها زور
الله أكبر. 25/10/2012 منازل تحترق جراء القصف في مدينة معرة النعمان. اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد في تجمع وادي الضيف وتجمع الحامدية. الله أكبر. الله أكبر. أصوات القذائف، أصوات القذائف والرشاشات لا تهدأ منذ الصباح 25/10/2012. هذه المنازل تحترق جراء القصف قبل عصابات الأسد. الله أكبر. العساكر من تجمع وادي الضيف يقومون بالهروب. العساكر والضباط يقومون بالهروب من تجمع وادي الضيف. الله أكبر. اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وعصابات الأسد حول تجمع الحامدية وتجمع وادي الضيف. أبطال الجيش الحر يسطرون أروع ملاحم البطولة. سحب الدخان تغطي سماء مدينة معرة النعمان
وريفي أنباء عن انسحاب 50 عسكريا باتجاه الجنوب عن تجمع وادي الضيف. يقوم عساكر عصابات الأسد بالانسحاب والهروب من أمام الجيش الحر الأبطال بإذن الله. سيتم تحرير ريف معرة النعمان في أقرب وقت. الله أكبر. منازل تحترق جراء القصف. يقومون بقصف مدينة معرة النعمان من تجمع وحاجز القرميد الذي يقع بالقرب من مدينة أريحة، أي على بعد 40 كيلومتر عن مدينة معرة النعمان باتجاه الشمال.